هذه الميزانية في وقت مبكر من المباراة. أكيد يعني هدف جيد جدا في الدقيقة 14 من الشوط الأول، هدف ممتاز جدا من جونغ سولي رقم 14، والعكسة كانت أيضا جيدة من تشونغ لي. أليس بشيء غريب كابتن زاكي أن تمر هذه الكرة من الجميع، من واحد من أشهر الفرق على المستوى الأوروبي ربما بقوة دفاع وحتى بقوة حراس المرمى؟ صراحه ملي كنشوفوا الاصابه بحال الشكل هذا وكنشوفوا الفريق بزاف الخامه الطويله والمهاره مع الفريق الكوري، فهو كاين واحد فرق كبير. كنشوفوا الاصابه بحال الشكل فكيبين لك بان يتمكن من وضع الكره واسكانها داخل الشباك ليخطف الهدف الثاني للمنتخب الكوري. كوريا 2 ليونيل لا شيء، فرحه هذا المدرب، وبارك جي سونغ يكون في الملعب.